إسبانيا على وشك الانتصار على الكورونا، فقد سجلت البلاد أدنى معدلات وفيات خلال أكثر من أسبوعين، وأعلن رئيس الوزراء أن بلاده تقترب من تجاوز المرحلة الأسوأ، ووصف الوضع الحالي بأنه الحريق الذي بات تحت السيطرة، وأكد أن الإسبان سيحققون انتصارا كليا على الوباء. البيانات الواردة إلينا نستطيع وصفها بمشجعة، ونحن نتحلى بالحذر الكامل. لقد وصلنا إلى ذروة الفيروس وتجاوزناها، ونحن قريبون من بداية الهبوط، وهو ما يسمى بخفض التصعيد. ودعما للتقدم الذي تحقق، وافق مجلس النواب على مقترح الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثانية حتى 26 من إبريل الجاري. المؤشرات لأحد أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم، لكنها طالبت المواطنين باحترام إجراءات العزل الصحي. استنادا إلى بيانات الأيام القليلة الماضية، نحن مستمرون في رؤية اتجاه تنازلي لأعداد الإصابات والوفيات، وعلى المواطنين الاستمرار في احترام أنظمة العزل الصحي. وعلى الرغم من إلغاء الاحتفالات بكافة أنواعها في جميع أنحاء إسبانيا بسبب الجائحة، فقد حرص الإسبان على تأدية صلاة الفلامينكو في الشرفات والنوافذ، وصفقوا لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على خط المواجهة.